رجاله غادي نعاود لكم الدريات من اللي كيبغيو يلعسوا في الليل شنو كيحطوا تحت المخده، كيحطوا واحد الخيط ابيض وكيقولوا يا السبت يا المسبوت ازوجني قبل ما نموت. راجل مغربي كتلقاه ما مسوقش لمراته العام كامل، تا كيقرب رمضان وتلقاه جالس حدا الفقيه. اقول لي يا سي الفقيه دركا البوسه حلال ولا حرام في رمضان؟ هاي عيط ليها في التليفون ويقول ليها ملي تفارقت معاك عاد تهنيت، وهي تقول لي انا ملي تفارقت معاك تهنيت وارتاحيت وتزوجت. تعال وليدي المهدي قول لعمو تفو. قال لك سيدي اللي بغات يجيو فيها الخطاب اتهرس سبعه الزينات ديال الكيسان وسبعه ديال الطباسل، اجربيهم درك حدا امك وردي عليا. شتي هذاك الماء اللي كنشربوه في السحور راه ما فايدنا بتا شي حاجه، عا كينودنا للطواليط مع السبعه ديال الصباح. هادي واحد المرا مات ليها راجلها وهي تدوز واحد السيمانه ومشات عدو للقبر، وهي تقول لي واب واش عيب ولدك الصغير تقطعت ليه الزنداله، واب واش عيب راه انا ما بقاوش عندي الفلوس، واب واش عيب ولدك الكبير ما بقاوش عندو السراول. واحد الليله هو يوقف عليها في المنام هو يقول لها واه حليما رانا مشيت للاخره ما مشيتش للشمال. الجبل الوحيد اللي كدوز سكوتية هي مع السحور، كلشي مخنزر شي ما كيدوي مع شي، بحال الا تا تقول مريح في المحطة ديال الكيران. ملي كنا صغار كنا كنشوفو الكبار كيتزوجو، وملي كبرنا ولينا نشوفو الصغار كيتزوجو. دروك حنا فاصل إشهاري ولا شنو؟ كتلقاه مساحب معاها ربع سنين ونهار العرس كتجي النقافه وتوري كيفاش يعنقا. سير يا خالتي سير يا ربقى لي مدري ما خرجوهمش. الدريات الرقاقات ملي كيلبسو التكشيطه وكيتحزمو كيوليو يبانو بحال الربطه ديال القزبر. الرجال كيقلبوا على خدمة والشركات كيقلبوا على بنات يخدموا والبنات كيقلبوا على راجل خدام. اروينا كحلة صافي. حق الله العظيم ملي تعطي قلبك لشي واحد وما يعرفش بقيمته بحال الا عطيتي وردة للحمار وكلاها. عندك تلقى الرخاق والترخاق راه ملي كيرخاص الشعير كيكثروا الحمير. هادي واحد العروسه فاقت تبقى المغرب خمسة دقايق، وهي تقول لعكوزتها قالت لها كاين فاش نعاونك، قالت لها ودني. تنودي قولي لي امتى غادي تجي تخطبني، طيري على والدي نعاس في هاد الليلة، اتمنى القهوة كحلة باش احسن منك باش. قال لك يا سيدي الدرية ملي كيعجبها شي واحد كتبلوكيه باش ما توليش تبغيه. حولني كنقول من الدريات كيبلوكيوني. هادي واحد السيده قالت لصاحبتها قالت لي اشتي راجلك حق الله العظيم تعالام، البارح في الخدمه عاود لي واحد النكته وبقينا كنضحكوا 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 تحت انا وياه من فوق الناموسيه. واش في اخبارك ملي كتزوجي بواحد ساكن مع والديه في الليل كتكوني مراتو وبنهار كتكوني بحال اختو. قال لي هالقاضي علاش ضربتي راجلك بجنوي؟ قالت لي ها سيد القاضي راه الحاله الماديه ديالتي ما كتسمحش لي نشري فردي.
هنا غادي نقول لكم العيالات شنو هو المفهوم ديال الراجل المغربي حاليا. المفهوم ديال الراجل المغربي هو ملي يدخل الحياه ديالك خاصو ينسيك في جميع الهموم ديالك وينسيك في جميع المشاكل ديالك ويدير لك مشاكل جديده. هذيك النار شاروخان قال لهم لا زلت اطرق باب الغرفه احتراما لخصوصيتها. ها ايها شاروخان انا راه الكابينه وحلوا عليا. تلقاه من طنجه مدابز مع وحده من الداخل على قبل واحد في الرباط وانا كنصالح فيهم من جديده وانتوما منين سقتوا الخبار؟ او الله العظيم الا تمنيت نمثل مع شي بشار انا نصرفق والمخرج يقول لي عاود لقطه. واحد ثلاثه ديال العيالات سايرين كيكذبوا على بعضياتهم. نقزت الاولى قالت ليهم راه انا راجلي غادي يشري لي الدار بيضه كامله. ويتنقز الثانيه قالت ليها شتي راجلي راه غادي يشري لي باريس كامله. وهي تنقز الثالثة وهي تقول لهم شكون اللي قال لكم راجلي باغي يبيع؟ واي وتا ملي كنت مازال صغير اتودرت لهم في واحد العرس وبديت نبكي هما يسولوني قالوا لي انت ماما كشنو لابسة؟ قلت لهم لابسة قفطان ديال خالتي. حتى فين ما نجلس مع واحد جداتي كتقول لي يا وليدي الناس ديال بكري كانوا الله يعمرها دار وهي مخاصمة مع خاتها 20 عام على قبل غربال. هادي واحد العكوزة ديما في المشاكل هي وعروستها. واحد نهار جا ولدها من الخدمة بدات كتشكي وتبكي عليه وتقول لي مراتك دارت ليا فعلت ليا. ادخل عند مراته قال لها شوفي انا غنضرب المخدة وتي بداي تبكي داكشي اللي دار. ملي سالا مشى عند امه قالت لي وليدي اصير انا راضي عليك بردتي ليا قلبي. هي هاديك فاق الصباح هز مراته اداها عند والديها قبل ما تسيق امه الخبار. هو يقول لامه قال لي رانا سديت عليها في البيت خليها تما لا ماكلة لا شراب. هو يمشي للخدمة ملي رجع لقى امه كتبكي ويقول لها الوالدة انتي مالك لا سيرة تبكي؟ قالت لي يا وليدي ملي خرجتي ومراتك سيرة كتعاير فيا من تحت الدفة. واحد الراجل قال لمراته قال ليها راه باك شفروا ليه الطوموبيله. قالت ليه اللي دا شي حاجة ديال باك والله لا طفروا. قال ليها نتيقك قبل ما تحلفي.